دكتور عمرو، هي عملية مؤسفة، ولكن السيسي أطاح بكل حد فكر إنه يعدي من قدام لجنة الانتخابات، مش إن هو يروح يعني يرشح نفسه. أكذوبة إن كان في انتخابات وإن في أصوات وفي ناس وكأن هناك حالة من الديمقراطية، المقصود بيها الداخل علشان يعزز عند المواطن المصري إنه جه عنده شرعية، ولا الخارج علشان ياخد مباركة عبر الهاتف من دونالد ترامب مثلا؟ والله أصلا بسم الله الرحمن الرحيم، الغرب ترامب وكل السيستم اللي في الغرب هو عارف اللي بيحصل كويس جدا من يوم 3/7 وقبل 3/7 وهم بيظبطوا الانقلاب العسكري، عارفين كل اللي هيحصل وعارفين كويس قوي ان هيبقى انقلاب عسكري وفي ناس هتتقتل وناس هتتسجن وناس هتتشرب ومش هيبقى في ديمقراطية ولا حاجة، عارفين الكلام ده. فده مشهد مسرحي. السبب منه ايه؟ اكيد مش الخارج، الخارج مش فارق معاه، في بعض الدول الناس بتتحكم بالحديد والنار وتحط في السجون وما دام مصلحته ما فيش مشكله. يعني ايه مشكله كوريا الشماليه؟ انها واخده موقف عدائي من المنظومه الدوليه. لكن لو طب ما في افريقيا كانت دول زمان، افريقيا دلوقتي بقت افضل بكتير. بس زمان كانت في ناس بتضرب بالحكام بيضربوهم بالصواريخ ويقتلوهم وفرنسا بتدعمهم. مش مشكله يعني. عشان مصلحه فرنسا. مش مصلحه فرنسا. فهي السؤال الاول اللي جاوب عليه. هل ما يحدث في مصر في مصلحه الغرب او لا؟ عارف لو مصر فيها ديمقراطيه زي ما قال الدكتور مرسي بس ضد مصلحتهم، لا ما ينفعش، لازم نجيب عليها وطيها علشان نظبط السيستم على مصلحتهم. ديمقراطي، ديكتاتوري، استبدادي، فاشي، مش مهم. ده السؤال اللي جاوب عليه. فالسؤال متجاوب عليه كده خلاص. بيعمل المسرحيه دي ليه؟ جزء منها نفسي. هو في عندهم مشكله، يعني على فكره ممكن واحد ينجح 60% او 55 زي كل انتخابات العالم. 51 وهي شكلها لطيف جدا يعني حتى قدام الناس، لكن هو مش قادر يعني يستوعب انه اقل من 95% ما يقدرش. عبد الناصر عمل كده، والسادات عمل كده، وحسني مبارك عمل كده، ولما بس الموضوع نزل شويه في 2005 حط الناس في السجون يعني ضغط عليه شويه، والسيسي بيعمل كده، واي حاكم عسكري هيعمل كده. ما عندهمش هو فكره، فهو نوع من استعراض القوه واثبات الذات. يا ده في الراجل الله يرحمه احمد خالد توفيق الله يرحمه، يعني متضايقين جدا ان الناس يعني بوظت الحفله بتاعت الانتخابات عشان خاطر واحد زي ده، وهم مش عارفينه بس مخنوقين جدا منه لانه بوظ لهم المشهد ان هم لوحدهم في الصوره. حاله من المرض النفسي والله. يعني المؤسسه العسكريه بتنتج في الغالب مجموعه من المشوهين نفسيا. تعال امسك في الكلمه دي بقى علشان انا عندي منتج عن المرض النفسي واعراض المرض النفسي. انا مش طبيب نفسي ولا حضرتك، بس شايفين اعراض المرض النفسي الاضطراب والتناقض. ان انت تقول تشترين هتبقى قد الدنيا وام الدنيا تاني يوم انتوا تفارقوا وبصوا على بلدكم. تعال نشوف بعض التصريحات المتناقضه.